نكمل الحرة الليلة من الأحداث الأخيرة في الأردن. ففي ظل استمرار خروج المظاهرات المتضامنة والمنددة بحرب غزة وارتفاع وتيرتها والتي تعالت فيها المطالب والدعوات لإغلاق السفارة الإسرائيلية وإلغاء اتفاقية السلام، سجلت احتكاكات وتصادمات مع قوات الأمن أعقبتها حملة اعتقالات لعدد من الأشخاص. الحكومة الأردنية من جانبها أكدت أن الاعتقالات كانت بحق خارجين عن القانون ومثيري شغب ومعتدين على الممتلكات وقوات الأمن. من جهته طالب التحالف الوطني للحقوق والحريات بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات في محيط السفارة الإسرائيلية. أكد التحالف في الوقت نفسه رفض الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة ورجال الأمن. فما طبيعة ما يجري في الأردن؟ ولماذا تتحول الاحتجاجات الداعمة لغزة إلى مواجهة مع الأمن؟ وماذا عن دعوات أطراف إلى تسليح الشعب؟ وهل من استغلال لهذه الاحتجاجات من جهات سياسية داخلية أو من قبل قوى إقليمية؟ إطلاق سراح المعتقلين من الحراك الشبابي الأردني هو أبرز مطلب رفعه التحالف الوطني للحقوق والحريات. هنا في جبهة العمل الإسلامي عبر قانونيون في التحالف عن رفضهم لأي اعتداءات على رجال الأمن والممتلكات العامة واعتقال عدد من قادة الحراك الذين شاركوا في احتجاجات محيط السفارة الإسرائيلية في عمان رفضا للحرب في غزة. تفاعل الشعب الأردني في كل ساحاته وميادينه في عمان وفي المخيمات وفي القرى وفي كل المحافظات خارجا يعلن تأييده وتضامنه مع إخوانه في غزة بكل سلمية وحضارية، ومنسجما وملتزما بأحكام القانون ومن قبل ذلك الدستور. نتمنى أن تتخذ الأجهزة القضائية قرارات بالإفراج عنهم، واللي عليه ملاحقة يعني فلتستكمل ملاحقته وهو حر طريق. الأردنيين تعاملوا مع رجال الأمن العام برفق وباحترام. أتمنى لهذه الصورة البهية في جوانب منها أن تستكمل لتصبح صورة بهية وزاهية. الحكومة الأردنية من جانبها أكدت دعمها لأي حراك سلمي يلتزم بقانون التجمعات العامة ورفضها لشعارات ودعوات خارجية تقول إنها تهدف لزعزعة الأمن الداخلي. وزير الداخلية السابق سمير الحباشنة دعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس حفاظا على الوحدة الوطنية والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية بالتعبير السلمي وعدم السماح لجهات خارجية بنشر ما وصفه بالفتنة العنصرية. للمحتجين والمتظاهرين حافظوا على التظاهر السلمي، وللأمن العام، وأنا كنت وزير داخلي وأعلم كم هي رغبة رجال الأمن أن تمر هذه المظاهرات والاحتجاجات بسلمية ودون أي إيذاء. وشهدت الأيام الماضية سجالات اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن على خلفية دعوات من جهات خارجية لتسليح الأردنيين وتحريضهم ضد رجال الأمن. سحب فتيل أزمة الخطابات وتبادل الاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي وعدم السماح لجهات خارجية التحريض على الأمن الداخلي والاعتداء على رجال الأمن والمحتجين في آن واحد هو ما أجمع عليه المسؤولون والحقوقيون أيضا حفاظا على الأمن الداخلي واستقرار البلاد. حيدر العبدلي، الحرة، عمان. المزيد ينضم إلينا من عمان سميح المعايطة الوزير الأردني السابق وعريب الرنتاوي الكاتب والباحث السياسي ومدير مركز القدس للدراسات السياسية. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. بدأ معك ضيفي من عمان سيد المعايطة، هل ما يطلبه الشارع ممكن أصلا؟ هل التعامل معه بدأ في سياق معقول مفهوم لا يؤول إلى كثير من التفسير حول جهات وأطراف؟ أولا مساء الخير لحضرتك وللأستاذ عريب وللمشاهدين الكرام. الحقيقة بالأردن يعني هذه القصة لم يبدأ حراك تضامن مع فلسطين ومع غزة اليوم أو أمس أو خلال الأسبوع الماضي. هذه قصة بالأردن مستمرة من سنوات طويلة. كلما كان هنالك يعني عدوان إسرائيلي على مكان فلسطيني، على جزء من الشعب الفلسطيني، كان هنالك تحرك أردني، وهذا أمر مشروع ومتوقع، بالعكس هو المطلوب. يعني لا يجوز أن تكون الساحة الأردنية مختلفة عن أي ساحة في أو يعني في تضامنها، بالعكس يجب أن تكون أكثر. وحتى في فترة العدوان على غزة الشعب الأردني منذ اليوم الأول الناس تخرج وتطالب
ضد العدوان وتهتف لغزة وتهتف ضد الإسرائيليين بشكل كامل. هو التحول بالفترة الأخيرة الذي كان حتى بالمطالبة ببعض المطالب يعني بإلغاء المعاهدة كذا، كل هذا مطالب يعني متوقعة وحق الناس تطالب، يعني ما دامت القصة بالسياق السلمي والسياسي لا مانع، لأنه ليس كل الأردنيين هم أصلا قابلين بالمعاهدة مع إسرائيل. هنالك من يقبلها، هنالك من يتحفظ، هنالك من يرفض، هنالك من ينظر إليها عقائديا أو سياسيا، هذا أمر طبيعي من 94. يعني احنا مش راح نبدأ التاريخ بهذه القصة من اليوم، لكن ربما أصبح هنالك تحول بنوعية خلينا نقول الشعارات اللي أصبحت تمس الأجهزة الأمنية، قوات المسلحة، رموز الدولة، بعض الأشياء التي خرجت عن سياق مناصرة غزة. ولذلك هذا الأمر هو الذي يعني جعل نوع من التحول في القصة بشكل مؤذي وبشكل أثار الانتباه، أن هنالك ضرورة أن تبقى الأمور في سياقها، مناصرة لغزة، مناصرة للشعب الفلسطيني وضد الاحتلال، وألا تخرج بهذا الموضوع. لكن يعني لو كانت القصة بدأت اليوم الناس طلعت وطالبت بأي مطالب سياسية تخص العدوان على غزة، وصار في ضجر وصار في أوكي، بتقول والله في شيء مش طبيعي. لكن احنا من 6 شهور بيطلعوا بكل المدن، مش قصة في منطقة معينة في عمان، الناس بتطلع وبتطالب وبتهتف وبتروح على بيوتها، يعني ما حدا بيجي فيها أو كذا. لكن هنالك لكل شيء له سياقات، كل شيء له حدود. أما المس بالجيش، المس بالأمن، المس بالدولة، المس برموز الدولة، هذا أمر بعتقد ما حد بيقبله ولا حد بيقبل، ولا بيخدم غزة ولا بيخدم فلسطين ولا بيخدم أي حالة من الحالات بشكل أو بآخر. سيد عريب، هل يعني تجاوز المتظاهرون وسمع منهم ما يجعل القناعة ترسخ بأن هنالك من يقف أو يحرك؟ تحياتي لك ولضيفك ولمشاهديك ومشاهداتك الكرام. بادئ ببدء يعني ما شهده الأردن خلال الأشهر الستة يسجل للأردنيين دولة وشعبا، يعني لا عليهم، يعني خرج الأردنيون من كل المرجعيات والمشارب في حركة تضامن يعني منقطعة النظير مع الشعب الفلسطيني، وهذا أمر طبيعي يشترك فيه الأردنيون مع إخوانهم العرب، ولكن للأردنيين حالة خاصة بهذا المعنى بحكم القربة والتواصل التاريخي والجغرافي والديموغرافي وغير ذلك. ثم أن الأردنيين يستشعرون أنهم تاليا في مسلسل الاستهداف الإسرائيلي، إن قدر لإسرائيل أن تمرر يعني مشاريعها المشبوهة في غزة واستتباعا في الضفة الغربية، وبالذات مشروع التهجير وحل القضية الفلسطينية خارج فلسطين. لذلك لدى الأردني أسباب عديدة متراكمة من أجل أن يخرج وأن يعبر بسلمية عن كل هذا الغضب. عشرات الألوف خرجوا في مئات الأحداث والتظاهرات ومرت بشكل سلمي. الآن في الأسبوع الأخير أو قبله يعني تزامن كل يعني هذا التظاهر والاحتشاد بالذات على مقربة من السفارة الإسرائيلية مع شهر رمضان، وشهر رمضان تنشحن فيه المشاعر والعواطف. ودعني أذكر بأنه في شهر رمضان أسقط الأردنيين حكومة ذات يوم، ليس ببعيد بالمناسبة. ثانيا يعني تزامن أيضا مع الجريمة النكراء في مستشفى الشفاء والأنباء عن اغتصاب النساء وغير ذلك، بالتالي ارتفع منسوب الغضب بهذا المعنى. في التظاهرات والاحتجاجات الشعبية قبل قليل كنتم تعرضون حوارا وتقارير عما ما جرى في إسرائيل، هناك أيضا التظاهرات تخرج لأسباب أخرى، وهناك حدثت احتكاكات واعتقالات واعتقل ناس، وخرج المتظاهرون عن النظام وعن القانون وأساءوا للممتلكات وعامة وخاصة وغير ذلك. إذن في المظاهرات تحدث مثل هذه الأمور من قبل إما نفر مشبوه أو متحمس، في كلتا الحالتين على الدولة أن تدير هذا الملف بمنتهى الحكمة بالعقلانية، سيادة القانون. طيب، لا أحد فوق القانون، من يتجاوز، من يتخطى الحدود، من ينتهك القانون، من يعتدي على الممتلكات يجب أن يحال إلى القضاء، هذا أمر لا أحد يجادل به. وصلت هذه الجزئية، دعني أسأل سيد سميح هنا، هل برأيك هنالك استغلال خارج الحدود؟ يعني مسألة أنه والله نحن رفعنا هذا الشعار، احتككنا مع قوات الأمن، مع الجيش، حتى كل هذا يبقى في إطار الأردن بين أردني وأردني أو أردنية وأردنية. لكن مسألة استدعاء أطراف خارجية أو قوى إقليمية أو محاولة توظيفها
ما الذي يمكن أن تشير إليه؟ ما مدى أصلا يعني واقعيتها؟ شوف، هو في يعني أقول لك في خطأ ارتكبه يعني أحد قادة حماس في قطر بالتحريض العشائر بداية الموضوع، ثم عاد عن الخطأ وثم عاد مرة أخرى وكرر هذه المسألة، وأعتقد أنه لم يكن موفق وشتت الانتباه عن غزة وذهبت الأمور باتجاه أخرى. يعني كان يجب أن يبقى التركيز، لأنه أنت بتحكي عن ساحة زي ما حكى الأستاذ علي، ساحة نشيطة في التضامن، ساحة قوية، ساحة صادقة بالتضامن مع غزة، فلا تحتاج إلى تحريض ولا تحتاج إلى تثوير بشكل أو بآخر. هذا خطأ موجود، لكن على الأقل خليني أقول لك أنه كمان شفنا البيان اللي صدر من حزب الله العراقي قبل يومين، أو من أبو العسكري هذا أحد قياداته على تويتر، اللي تحدث فيه عن أنه يستعدوا لإرسال أسلحة ل 12,000. حتى لو كان هذا الكلام يعني غير عملي وغير واقعي ونوع من الاستعراض، لكنه عمليا يشير إلى أنه في جهات أخرى سعيدة بأن تذهب الأمور بالأردن إلى حد أن تكون قضية داخلية وأن تتحول إلى أزمة داخلية. طبعا احنا بنعرف الأردن يعني إيران يعني سعيدة لو أنه ذهب إلى الفوضى، وإيران حريصة أن يكون هنالك لها يعني مخالب في الساحة الأردنية أو حالات في الساحة الأردنية. لكن خليني أقول لك احنا ما عندنا خوف بهذا السياق، وحتى لو لكن البعض يعني تجاوز يعني وذهب بخياله السياسي. هذا يهمني أن نفهم منه هل طبعا هل لا لا لكن لكن المخشي منه هو بس إيران. خليني أقول لك حالة. لا 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 خليني أقول لك أنا ما بشير للناس اللي بتطلع تتظاهر، أنا بقول لك في محاولة لاستغلال هذا الموضوع من جهات من هذه الجهات اللي بخرجوا للتظاهر. احنا بنقول صادقين حريصين على غزة، حريصين على فلسطين، ولهم كل احترام والتقدير، لكن من يحاول أن يأخذ هذا الصدق الأردني، من يحاول أن يأخذ هذا التعاطف والمناصرة باتجاه الإساءة للدولة، الإساءة للجيش، الإساءة للأمن، سقوف ليس لها علاقة بغزة، أنا ما بتهمه أنه بيجي لإيران لو غير إيران، أنا بقول أنه في نهاية المطاف يخدم الجهات أو تستفيد منه وتفرح به جهات خارج الأردن، هذا اللي بقوله. لكن الأردنيين اللي بيطلعوا أكيد يعني أنا بحيي صدقهم، بحيي يعني رغبتهم في التعبير، وهذا أمر لا يقلق الأردن. إحنا حتى اليوم يعني وكل يوم اللي بيحمي الأمن وظهراته من الشرطة، والدولة تضمن هذا الموضوع، ومش من اليوم، وحق الناس تطلع. لكن أنا بقول لك إحنا في ظرف وفي إقليم هنالك معادلات صعبة، علينا أن نكون منتبهين أكثر، حتى زي ما قال الأخونا عريب إنه لو في ناس مشبوهين، لذلك الناس بدها تعقل عليهم، بدها تسكتهم. طيب. لأنه أنت بالآخر لما بتأخذ هذه المظاهرات في مسار وفي بوصلة أخرى، إذا سمحت لي، إذا بتأخذها ببوصلة أخرى بتصير قصة أردنية داخلية، والناس بتنسى غزة وبتنسى الإجرام الإسرائيلي وبتنسى ما يجري هناك. فخلينا مركزين في التضامن، وخلينا مركزين مع العدوان على غزة، وخلي طيب. الأمور والناس تطلع وتحيي وتتضامن بالطريقة التي تريد، لكن مش القصة نحولها لسياقات طيب. أردنية واستهداف داخلي وحديث لا يجب هنا. أن يكون باتجاه الدولة الأردنية. سيد عريب، أشرت قبل قليل إلى ما يجب أن يكون عليه الحال في التعامل مع المتظاهرين، لكن ما الذي يجب أن يكون عليه الحال في التعامل مع مطالب المتظاهرين؟ وهم أصحاب مطالب، ليسوا فقط خارجين لأجل الاحتجاج. ثانيا، هل وجدت المعالجة الأمنية في التعاطي معهم مكتملة الأركان لا غبار عليها؟ سيدي دعني بملاحظتين سريعتين قبل أن أجيب على سؤالك. الملاحظة الأولى، أشرت في سؤالك يعني السابق حتى لو احتك المتظاهرون مع الأمن والجيش وغير ذلك، الجيش خارج المعادلة، بمعنى لا علاقة له بكل ما يجري. هذا مسألة بين قوى حفظ النظام، القوى الأمنية والمتظاهرين، هذا توضيح للمشاهدين، هذا أولا. ثانيا، فيما يخص المشهد الداخلي في الأردن، أعتقد أنه يراقب من جهات عديدة، ولكل هذه وليس فقط من جهة واحدة، ولكل جهة من هذه الجهات ربما يعني رغبة في توظيف ما يجري باتجاهات معينة. لا شك أن لإيران مصلحة في بين مزدوجين تثوير الساحة الأردنية، بصرف النظر ما إذا كان العسكري قد قال أم لم يقل. اليوم قرأت أنها فيك نيوز، أخبار كاذبة، ولكن بصرف النظر أعتقد أن هناك مصلحة بالتثوير، لكن ليست لإيران وحدها المصلحة. اليوم إيكاد فاكت، موقع يتقصى يعني الأنباء الكاذبة من الأنباء الصادقة على السوشيال ميديا،
تحدث عن 7000 موقع يبث من إسرائيل، ويبث أحيانا ضد الفلسطينيين وأحيانا ضد الأردنيين، وهناك يعني محاولة لزرع فتنة. وأعتقد أن الفوضى في الأردن مصلحة لليمين المتطرف الديني والقومي في إسرائيل. وهناك طرف ثالث يتربص ما يجري في الأردن، هو الطرف الذي يريد أن يجير كل ما يجري لشيطنة الإسلام السياسي، لأنه يخشى ظاهرة الإسلام السياسي امتدادا لعشرية كاملة من المطاردة للإسلام السياسي في العالم العربي. ونحن نعرف هذه الدول، ونحن نعرف هذه المواقع، ونرى إعلامها ونرى فضائياتها. طيب أجبني على سؤال سيد عريب. تحاول السعي لشيطنة هذا التيار من خلال الحدث الأردني. إذن ثلاث أطراف وليس طرف واحد. طيب. حتى أجبني على سؤال سيد عريب. مطالب الأردنيين كثيرة بهذا المعنى، لا يعني أن الدولة قادرة على تلبية كل هذه المطالب. الأردنيين في غالبيتهم لا يريدون تطبيعا ولا علاقات مع إسرائيل، ولا يريدون معاهدة، وأجواء الغضب يعني عارمة. والأردنيين في غالبيتهم العظمى يعتبرون إسرائيل تهديدا وجوديا للأردن. هنا الفرق بين الموقف الشعبي والموقف الرسمي. هلا يعني انا يعني لهذا السبب يصعب القول بانه يمكن يعني الوصول الى نقطه معينه تلتقي فيها الاراده السياسيه مع الاراده الشعبيه حول برنامج المتظاهرين ومطالبهم. هذا التوتر سيبقى قائم بهذا المعنى. ادارته يجب ان تكون اداره حكيمه بهذا المعنى، إدارة أمنية، سياسية، ثقافية، إعلامية، تربوية، شاملة. طبعا ما في شيء مكتمل والكمال لله بهذا المعنى. لكن الأردن خلال 15-20 سنة السابقة يعني الحمد لله أن هذا البلد لم ترق فيه قطرة دم واحدة، بمعنى أن الأداء جيد، ولكن هذا لا يمنع حصول تجاوزات، لا يمنع حصول تعديات، سواء من رجال الأمن أو من المتظاهرين. التوسع في بعض الاعتقالات غير مطلوب، يجب الإفراج فورا عن معتقلي الرأي والاكتفاء بمنتهكي القانون. هذه هي الصورة. الكاتب والبحث السياسي وسميح المعايطة الوزير الأردني السابق، شكرا جزيلا لكم.